معمار ايجيبت شركة استشارات هندسية، أحد فروع شركة معمار جروب اللي تأسست في الخليج من سنة 97. تم تأسيس 5 فروع في الإمارات والدوحة. في 2008 افتتحنا فرع القاهرة، وفي 2009 و2010 فتحنا فرعين في ليبيا وفي بغداد. في معمار عندنا خبرات متراكمة طوال 25 سنة اللي فاتت في building typologies أو في نوعيات تصميم مباني متعددة، من أول المباني السكنية بأنماطها المختلفة والمباني الإدارية والميكسد يوز يعني ديفلوبمنتس والتجارية. مشروع دبل تو تاور تعاون ما بين شركة نخيل وكونسورتيوم من 3 شركات، وفي الحقيقة هو ده من المشروعات القليلة اللي توفر فيها كل الفريق فروم داي 1، فبالتالي احنا أخذنا كل متطلبات شركة تايم لإدارة الفنادق وابتدينا نحققها من اللحظة الأولى، بحيث أن اللي بيشتري وحدة سكنية فندقية يقدر يبقى ضامن أن عملية التشغيل والإدارة هتتم على أحسن وجه، وبالتالي حققنا لهم المساحات المطلوبة لكل الخدمات. المشروع عندنا أومني دايركشنال أو لي فيوز 360 درجة فعلاً، وتم تصميم واختيار أماكن البرجين بعناية بحيث إن هو يتوفر لهم فيوز مباشرة للبرج الأيقوني أو جزئياً للنهر الأخضر أو للجهة الشمالية اللي بتطل برضو على منطقة مفتوحة من الحدائق المفتوحة الكبيرة. إنما التجربة هي تجربة أوربن، تجربة حضرية معتمدة بشكل أساسي على ربط عناصر تصميم الواجهة بتاعت البرجين المقابلين لبعض من خلال كانوبي أو شيد بتكونكت البرجين ببعض بشكل يعني شكل جديد. أثرنا أن احنا نعمل تجربة مختلفة في الشوبينج وفي الريتيل، فحبينا نخلي أن الريتيل يبقى كله أوتدور أو بمعنى صح كله ستريت ريتيل. النقطة الثانية، قرار إن إحنا نوزع الاستخدامات على برجين، كان قرار مهم جدا ساعدنا إن إحنا نعمل برج إداري مطل بشكل أساسي على البرج الأيقوني بمدخل خاص بخدمات متكاملة جوه التاور، فاللي يشوف المشروع يلاقي قد إيه إحنا تعاملنا مع اشتراطات العاصمة الإدارية ومع متطلبات المطور ومتطلبات الماركت في مساحات محدودة للغاية تم تصميمها بأحسن يعني طريقة لاستخدام المساحات، اللي بيها بنلاقي إن في تنوع من المساحات الصغيرة خالص للمتوسطة للكبيرة اللي تقدر تستوعب البراندز أو الأماكن اللي بتدور على برايم لوكيشنز في العاصمة الإدارية، فبالتالي it's all about location.